السلام عليكم. اليوم شي بوتنا ديال الفاسيه ان شاء الله غادي تقدم لكم واحد الفطور اللي كيكون سريع سريع جدا، بالخصوص بالنسبه للناس ديال الخدمه اللي كيخدموا كيجيو سريعين. غنقترح لكم اليوم فكره كتصوبوها بالزربه. اللي غادي نحتاجو هنايا واحد الكميه ديال البصله على عاده حسب الافراد العائله، المهم حتى على حسب الكميه ديال الكفته اللي غادي تدخلوا. عندي هنايا واحد ثلاثه البصلات مشلضين، هنايا غادي ندير معاهم نخليهم ينزلوا شي شويه كيف العاده دائما. غادي نضيف معاهم اللحم المفروم يعني الكفته، وغادي نسوطيها. يعني الكفته كونوا ضاربين حساب انكم تخرجوها قبل، اولا ديروا لها اوندويه في الميكروهون اولا في ماغنيترون. هنايا انا راني كنت مزروبه وطلقتها دغيا غير بالماغنيترون، يعني هذا العشاء هذا ماشي عشاء، الفطور هذا يعني سريع سريع. علاش؟ لانني كنت مريضه البنات، وجاو ولادي من الخدمه وقلت لهم سيروا دغيا دغيا جيبوا لي باش نقضي. ايوا قلت لهم شنو الافكار، والحمد لله كان الفطور زوين. المهم هنايا غادي ناخذ واحد الكميه ديال الكفته وغادي نضيفها مع داك البصله، وغادي نضيف معاها الكراوت ديال اولا العطريه ديال الشاورما ديال اللحم، كتجي واحد المذاق زوين. ما ديروش معاها حتى الملحه لان كتكون هي ملحه. كنزيد نسمها شي شويه بسكنجبير وليبزار، وخا هي راها فيها القوام، لما بغيتو تزيدو معاها شي حاجه ما تزيدوش. كندير معاها كذلك الا بغيتو ديرو فلفله حمراء. المهم اللي كيبغيها على هذا اللون هذا يخليها، اللي كيبغي انها يعطيها واحد اللون غامق يمكن لهم يديروها. صافي هنايا كنبقى كنشحرها وكنديها ونجيبها صافي. وهنايا غادي ندوز فاش غادي ندير واحد الشوربه اللي كتكون الخضار. بقيت غادي ديروا زبيته شويه، ولا بغيتوا تزيدوا معاها زبيده زيدوها معها زبيده. غادي نضيف البصله اللي كتكون مشلضه، يعني واحد البصله كبيره مشلضه مزيان رقيقه. من بعد غادي نضيف نشحرها مزيان حتى كتعلك ليا، وغادي نضيف معاها واحد البويون ديال الكنور ديال الخضار. يعني هاد البصيله خصنا تقلل مزيان باش كتطلق واحد النغمه زوينه، تقلل مزيان هكذا ديك الزويته بحال اللي كتحمريها وكتسهل يتغير لينا اللون ديالها. هنايا غادي نزيد هانتوما كنور ديال الخضار، ديال الخضار خاص بالخضره. هنايا بالنسبه كاينين شي بنات اللي تيسولوني كيقولوا لي تبقيتي بدينا وتقولي لنا منين هذا، كناخذو غير من هنا جومبو ولا يومبو، المهم كيف ما كيقولوا شي واحد. المهم حدايا هذا الفينكل هذا كندير ناخذو منه، هو اللي كيعجبني ما كيعجبنيش ليدل، ما فيهش المذاق، وهذا كيكون لذيذ بزاف. وهنايا هي قليتها مزيان داك نور مع داك البصيله، وراني راه مريضه البنات والله القسم الا كنت مريضه. وهكا قلت نشارك معكم هذا الفيديو، علاش لا. كندير الخرقوم وكذلك كندير الابزار وكذلك كندير سكينجبير، وبالنسبه مليحه ضروري مليحه، حيت هاد الكنور سبحان الله ما تيكونش مالح بزاف، تيكون خصو لابد واحد النغيزه ديال الملحه باش كيخرج داك السماك ديالو اللي تيكون زوين. ضروري دير، واللي ما كتقدش على الملحه دير غير كنور صافي، واللي ما بغاتش كنور لا ديروش. المهم دير هاد الشوربه هكذا كنديرها، شوفوا كيفاش طيبت مزيان داك البصله باش كتعطي واحد المذاق زوين. هنايا غادي نقبط وغادي نزيد الكميه ديال الماء اللي كيكون مغلي مزيان، الكميه اللي غادي تخلي واحد الباكيه اللي شريتها جاهزه ديال الخضر مقطعه اللي خرون سوب اللي غادي ديريها معاها وغادي طيب. هنا غادي نخليها كتغلي مزيان، كتغلي تغلي تغلي، وغادي نجيب لكم الباكيه نوريها لكم. راهم كيتباعوا في المحلات واجدين مقطعين ناضين، اللي كيكون فيهم البوارو تيكون فيهم هذا خيزو والبوارو وشويه الكرافس. هنايا غادي نرميهم، كنضيفها كنديرها خفيفه، وبغيتو ترميهم معاها. انا راه كانت فايت لي عدد اسبوع درت شوربه بحال هذه وتقطعت معاها مكعبات في دقه واحده، رميتهم مع الخضره مكعبات ديال الدجاج كتجي روعه. ولا كديري في الاخر ملي كطيب كترمي عليها الكفته مش نتفه، وكترمي عليها هذه هي الخضره اللي وريت لكم. صافي هنايا كنخليها كطيب ديك الخضره حتى كتلوى وكتذبل ليا، كتجي خفيفه وكتجي زوينه. صافي هذا هو بالنسبه اللي دخلت لها. بالنسبه غادي نزيد معها واحد النغيزه ديال الكوزه كتعجبني فيها، كتجي خطيره خطيره، وجربوها وراكم كتعرفوا لي الحريره ديالي تندير دائما فيها الكوزه. صافي هذه هي الشوربه ديالنا وهذا ولكن الحمد لله وليداتي وجدوا كل شيء وانا غير درت لهم هذا الشيء. المهم
قاموا بالواجب ومول الدار حتى هو تيقوم بالواجب تيجي معطل، ولكن الحمد لله كلشي كنلقى، ما غاديش نخليو اللي جاي من الزنقه عادي ما يلقى والو. هنا كنجيب البروتشيات اللي تيكونوا كيتباعوا بالنسبه للناس هنا في هولندا هادو، اولا داك الخبز الابيض تقدروا ديروا حتى الخبز ديال البانيني بالنسبه للناس ديال المغرب. تقدروا تحمروه شي شويه ومن بعد تخرجوه وتحلوه وديروا له هذه الطريقه هذه. صافي هنايا غادي نقبط، غادي نستف هاد التوصيله، غادي يجيني شي شويه صغير، ما غاديش يهز لي الكميه كلها. مع ان واحد في ولادي جاب معاه بيتزا كتجي رائعه ديال الزنقه، راكم عارفين زوينه بزاف، جابها وتفاجئني بها، حتى قال لي علاش نطي، قلت له شنو غادي ندير، لا بالضغط لا شي حاجه، وانا غنوريها لكم في الاخر. كنت مصوراها واقيلا غير في التصويره، دابا نصورها لكم نحطها لكم. صافي هنا كنقبض داك البروتشيات كنحلهم، وراني درت التبصيل غيرته. هنايا غادي نقبض داك الكفته اللي طيبت، قلت لكم درت فيها غير العطريه ديال الشاورما، ما زدت فيها حتى شي حاجه، وديك الزويته وصافي. حتى المليحه الا جاتكم السوسه زيدوا مليحه، ولا جاتكم له القوام هو هذاك ديالو. صافي كتجي واحد المذاق بحال اللي كتاكلي برجر، كتجي غزاله ولذيذه. صافي هنايا غادي نستف، وهنايا غادي ندير واحد الفروماج اللي ما كندخلوش على داري، ولكن جابوا لي ولدي ما عندي ما ندير، درتو ما كاين حتى شي مشكل. دائما كندير انا الفروماج الاحمر اللي عليه اللي كيكون هذا، منين جابوا لي ما عييت نفسر له ونشرح له جاب لي هذا، ولكن الحمد لله ماشي حاجه خايبه. صافي كنديرو فوق من هادو، كاينين اللي عندي اللي ما بغاوش، درت لهم غير باش واحد المغيزه باش ما بينتها لهمش وجات مزيانه. واللي عنده الفروماج اولا موتزاريلا اولا الفروماج يعني الاحمر يمكن له يديرو. هنايا كلهم استفتهم على هذا الشكل هكا، غادي نغطيهم ومن بعد غادي ندخلهم الفران، وهما بدينا تعسلو خشعلت عليهم من الفوق. منين تعسل داك الفرماج غادي نغطي عليهم كذلك هاد الشكل هكا. وعجبوهم الدراري، كانت فكره زوينه، قالوا لي واو جي زوينه ماما هادشي، وكان زوين. هنايا غادي نغطيهم كاملين، وغادي ندير عليهم واحد شي شويه الفرماج من الفوق، وغادي نولي نردهم للفران. غادي تشمعوا لي هذاك الفوقاني ما يبقاش شفتي، غادي يولي حتى هو شي شويه يعني قابط راسو، ماشي هكاك، حيت هادو كيكونوا بحال البونج يعني رطب، ملي كندخلهم كيرجعوا شي شويه مقرمشين، ماشي مقيابسين، ولكن العضه فيهم مزيونه. هنا كندير واحد الكميه ديال الجبن مالفروم اولا محكوك مفوق منهم، كنخليهم يذوبوا، ملي كيخرجوا كنرش عليهم واحد شي شويه ديال المعدنوس من الفوق ديال اللي تزين. صافي وصافي، وهذا هو كان الفطور اللي كنت ديال الناس من المرض ماشي الناس اللي كيخدموا، يعني سريعين، ما حليتي عليه طنجره، ما خليتي عليه مقالي، ما درتي، كان خفيف خفن زرمن. المهم كفكره قدمتها لكم، يمكن لي ما نديرهاش، ولكن قلت للناس اللي كيخدموا مساكن علاش لا نعطيهم فكره، يدخلوا بالزربه يتخشريو مسائل كلها في يديهم ويدخلوا يوجدوا ها هما دو. بعد ما خرجتهم كيجيو شتو اللوين ديالهم ولا شي شويه حمايمر. صافي دابا هذا هو الشكل ديالهم. بالنسبه للشوربه هي هذه اللي بعد ما طابت رافقتها معاهم، وانا غادي نشوف لكم، غادي ننزل لكم الصوره الا لقيتها. دابا غادي، هذا كان نهايه ديال الفيلم المسلسل المهم دابا غادي ننزل لكم التصويره دابا باش تشوفوا الشكل ديالها كيفاش كيجي. البيتزا اللي جاب لي ولدي وعجبتني بزاف، وانا نوريها لكم ان شاء الله. صافي هذا هو كان الفطير ابل فلاب ولا لابات فيتي اللي كنت صوريت لكم الفيديو قبل من هذا، كنت حضرتها لكم ديك الساعات، لويتها ووريت لكم الطريقه ديالها، قديت باللي عندي وقديت داك النهار، لان الانسان ملي تيكون مريض راه تيقضي باللي كان. المهم كنتمنى انا لا فيديو يكون خفيف ظريف على قلبكم، ويكون كفكره عطيتها لكم، يعني كنشارك معكم كل شيء. كنتمنى لكم فرجه ممتعه، ما تنساوش تعليق، ما تنساوش دعوات لكم ليا، والله يخليكم ليا ونخليني لكم. دمتم في رعايه الله والى اللقاء.